يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، تحياتي بدايه لكل اهلاويه اللي بيبداوا معنا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بكم ومبروك، مبروك فوز غالي جدا ومهم جدا في توقيت برضه مهم جدا. خلينا نقول ان فوز الاهلي على القطن الكاميروني امبارح بنتيجه 3-0 هو تجديد الدوافع والامل. امامنا مشوار صعب لكنه بالتاكيد مش مستحيل، وعشان تحل الدايلما وتفكر انك انت تبعد عن الحسابات وحسبه بيرما، انت قدامك 3 مباريات محتاج تحقق فيهم العلامه الكامله، ومالكش دعوه بباقي النتائج ومالكش دعوه بباقي الفرق هتعمل ايه مع بعضها. قدامك مباراتين اعتقد ان هم الطبيعي بتاعهم ان هم في المتناول، سواء القطن الكاميروني اللي ظهر امبارح بمستوى يعني خلينا نتفق انه متواضع في الكاميرون، وعندك مباراه الهلال هنا في القاهره، وبالتالي مفترض انه الفريق الباحث عن البطوله يقدر يحسم المباراتين دول. تبقى المعضله في مباراه سان داونز، مباراه السبت القادم هي اهم مباراه في مشوار الاهلي في دور المجموعات، مباراه التاهل. نتيجه مباراه سان داونز تحسم بشكل كبير جدا تاهل النادي الاهلي لو حققنا ان شاء الله، نتمناها فوز طبعا، لكن على اقل تقدير تكون نتيجه ايجابيه حتى وان كانت بالتعادل، لانها هتقرب المسافات بشكل كبير جدا وهتصدر التوتر للمواجهه الثانيه في الدور الثاني من دور المجموعات، المواجهه اللي هتجمع بين الاهلي والقطن الكاميروني. في نفس الوقت ده او في نفس التوقيت ده هيلعب سان داونز مع الهلال، نامل انه حد ساعتها منهم يعطل الثاني، وبالتالي تبقى فرصتنا كبيرة جدا للحصول على واحدة من بطاقتي التأهل للأدوار اللي جاية. خليني أتفق مع حضراتكم على حاجة، وأنا بتابع ماتش الكاميرون امبارح، ماتش القطن الكاميروني. معرفش هو فلاش باك حصل كده، لأنه الظروف دي اتكررت قبل كده في كتير من بطولات أفريقيا اللي إحنا وصلنا لخمس نهائيات من أصل 6 في النسخ الأخيرة دي. وخليني أكون أكثر تحديد، أنا بتكلم على الجيل ده. يمكن والموضوع هنا نسبي، ارجو انه الناس كلها تستوعب يعني دي وجهات نظر ممكن نختلف فيها 180 درجه، لكن في النهايه هي وجهات نظر. يمكن الاهلي ما عندوش فريق الاحلام، يعني 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 يمكن سكواد الاهلي رغم كل الارقام والانجازات اللي لازم نعترف بيها واللي حققها النادي الاهلي في مع الجيل ده، اعتقد انها حطته في مكانه مميزه جدا. مش عايز اقارن بين اجيال، لكن حقيقي الجيل ده على مستوى الارقام والنتائج والبطولات والانجازات جيل مميز جدا جدا جدا، وتقريبا كل اجيال الاهلي العظيمه جدا اللي جت قبل كده ما قدرتش تحقق اللي حققه الجيل ده تحديدا. مشوار التسعه والعشره، مشوار بطوله افريقيا، النجمه التاسعه والنجمه العشره في تاريخ النادي الاهلي، حققناهم في ظروف اصعب بكتير جدا من البطوله اللي احنا فيها حاليا، وحققناهم بفضل ايمان وثقه ودعم جماهير النادي الاهلي لفرقه النادي الاهلي، بصرف النظر عن الاسماء. نتفق ونختلف على الاسماء كما شئت، تقول مين مستواه يأهله او يليق بيه انه يكون موجود في سكواد النادي الاهلي، او مين حاسس انه ممكن يكون اقل من قائمه النادي الاهلي، دي حاجه نتفق ونختلف عليها. لو سالت 100 اهلاوي مش هيدوك رد واحد، يعني مش هتطلع برد مكرر، كل واحد عنده وجهه نظر. في صحيح اسماء ما فيش خلاف عليها، في ممكن من وجهه نظري انا مثلا يكون 8 9 10 لعيبه ما نختلفش عليهم، لكن في النهايه الموضوع موضوع نسبي. وخلينا دايما فاكرين انه في اللحظات الصعبه زي اللحظه اللي احنا فيها، لانه ماتش السبت بجد مباراه صعبه جدا، والظروف اللي بيخوض فيها الاهلي المباراه دي اصعب واصعب. انت رايح على ماتش المقاولين، وانا ليا كلام طبعا واقف على ماتش المقاولين، لان انا شخصيا محتار، يعني انا مش عارف ممكن نفكر في ماتش المقاولين ده ازاي. هل تعتبره مباراه ثانويه ملهاش اهميه في التوقيت ده وتحافظ على اللي باقي من فرقتك، خصوصا في ظل اصابات وابتعاد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي صعوبه لحقهم او مشاركتهم بمباراه سان داونز فتحافظ على البقيه اللي فاضله، ولا تلعب مباراه كانها مباراه بطوله، وهي مباراه بطوله لانه انت في النهايه بطوله الدوري محتاج تحافظ على كل نقطه، ومحتاج تحافظ على نفس فرق النقاط اللي بيفصلك عن بيراميدز وفيوتشر اللي ماشيين وراك في جدول الترتيب. الزمالك الى حد كبير جدا ما زال بعيد، ويبدو انه هيظل بعيد. ففي النهايه هتفكر في مباراه المقاولين ازاي؟ قائمه اصابات النادي الاهلي اللي بتزداد يوم بعد يوم، وامبارح شفنا طبعا اصابه محمد شريف. انا هطمنكم النهارده وهقول لكم فرص مشاركتهم سواء في مباراه المقاولين او مباراه سان داونز او مباراه القطن، لان هم باكج على بعض. الاهلي هيخلص ماتش المقاولين في القاهره، هيسافر جنوب افريقيا يلعب مباراه سان داونز، ومنها يطلع الكاميرون عشان يلعب مباراه القطن الكاميروني.
فالحسبة هنا صعبة جدا تفكر في المباراتين أو التلاتة إزاي. ده اللي هنتكلم فيه حلقتنا النهاردة، وخصوصا هيكون معانا واحد من نجوم، طبعا كبار نجوم النادي الأهلي، وبحترم جدا رؤيته ووجهة نظره، كابتن خالد جدالله. هيشرفنا النهاردة في السادسة وهنتكلم معاه على رؤيته للماتشات دي وإيه الأفضل من وجهة نظره فيما يتعلق تحديدا بمباراة سان داونز، لأنها هي حجر الزاوية، هي المباراة الفاصلة، هي المباراة اللي تنقلك من مشوار تعثرت فيه بإرادتك، مش هقول غصب عنك، بإرادتك، وتقدر تنقلك لمرحلة تانية خالص وتعبر. والحقيقة يعني بشوف كمان إنه مكسب سان داونز بعيدا عن حسابات النقاط، وأنا متفق معاكم من قبل ما نلعب مع سان داونز في القاهرة هنا، إنه واحد من أفضل فرق القارة إن لم يكن أفضلها. الحقيقة فوزك على سان داونز كمان هيكون ليه مكاسب نفسية كبيرة جدا ومعنوية كبيرة جدا قبل ما تكمل بقية مشوارك في دوري الأبطال، وخصوصا النسخة دي ممكن تكون أصعب. عدد الفرق اللي ظهرت فيها بشكل كويس وأظهرت شخصية وأظهرت جاهزية للمنافسة على اللقب كتير، وبالتالي شكل المنافسة السنة دي أصعب. لكن يظل، وبكرر كلامي اللي قلته في البداية، رهاني الأول والتاني والتالت والأخير على جمهور النادي الأهلي، هو الفيصل في تجاوز النادي الأهلي كل الصعوبات والعثرات اللي ممكن تكون هتواجهه في اللي جاي، واللي جاي بالتأكيد هيكون صعب. طول ما جمهور النادي الأهلي في ظهره ما عنديش شك ان احنا نقدر باذن الله نحقق النجم ال11 في تاريخنا. نتكلم في التفاصيل لكن بعد الفاصل. ماتش امبارح ما كانش بس المكسب بالثلاثيه وثلاث نقاط مهمه جدا، اعاده التوازن مره ثانيه للمجموعه. احنا النهارده واقفين على سان داونز في الصداره 7، الهلال السوداني 6 في المركز الثاني، والاهلي 4 نقاط، وطبعا القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط. الثلاث نقاط بتوع امبارح زي ما قلت لكم رجعونا مرة تانية، دخلنا في المنافسة، وإن شاء الله بإذن الله قدامنا 3 ماتشات بإذن الله بإذن الله قادرين. وخصوصا على فكرة أنا براهن جدا على الأهلي في جنوب أفريقيا، ومتفقين تماما إنه ماتش سان داونز هيكون ماتش صعب، وواحدة من أقوى الفرق هجوميا على مستوى قارة أفريقيا، فرقة بتلعب كورة على أعلى من الكورة الأوروبية الحقيقة، وعندهم كمان الـ يعني أغلب عناصر الفريق عندهم كلهم عندهم كوره، لكن بشوف ان هم دفاعيا فريق سهل جدا جدا انك انت تضربه، يعني سهل جدا انك انت تخترق دفاعاته، سهل جدا، بس محتاجه التركيز واللمسه اللي كانت موجوده مش هقول بنسبه كبيره، لكن ظهرت امبارح، والنتيجه انك سجلت 3 اهداف وكنت تقدر تسجل كمان اكتر من كده امبارح. هدف شريف واسيست او تصليحه قندوسي لمعلول اللي عمل بيها اسيست رأفت خليل في الهدف الثالث، بشوفهم احلى لقطتين في مباراه امبارح. يعني هدف شريف واحد من الاهداف الصعبه جدا، اللي يقول لك انه شريف صندوق، شريف راس حربه، شريف كره صعبه جدا على فكره انك تستلم وتصلح وتخلص، تستلم باليمين وتخلص بالشمال بالشكل ده، ما يعملهاش غير الحقيقه مهاجم يعني رفيع المستوى زي ما بيقول، وكرة صعبة جدا جدا وهدف حلو جدا جدا. وده واحد من مكاسب الماتش امبارح انه شريف سجل، انه شريف كل ما بيسجل كل ما مش عايز اقول يستعيد ثقته، لان انا واثق انه شريف لعيب كبير، يعني خلاص بقى ما بقاش صغير، يعني مهاجم النادي الاهلي لاكثر من موسم، هداف دوري وهداف بطولة دوري الابطال، ولعيب طور من امكانياته وطور من مستواه، وعنده الحقيقة يعني انا كنت بتكلم مع كابتن خالد جدالله قبل الهوا، الحقيقه شريف عنده مميزات مهاجم مش موجوده كتير، يعني بيلعب برجليه الاثنين وبيلعب براسه، بيتحرك بذكاء شديد جدا على فكره جوه الصندوق، سريع قوي، يعني في مواصفات راس حربه ما بتتكررش كتير، لكن يمكن تركيزه قل الفتره الاخيره، يمكن الضغوط اللي كانت عليه لاسباب كتيره جدا تراكمت على مدار مشاركته مع المنتخب او مع الاجهزه الفنيه المختلفه، مستر موسيماني، مستر سواريش، ثم مستر كولر، كل ده ممكن يكون افقد شريف تركيزه نوعا ما. فعودته مره ثانيه للتسجيل في الدوري وفي دوري الابطال هتساعد شريف على انه باذن الله يرجع مع تالق كهربا، الحمد لله النهارده شارك في التمرينات. بالمناسبه دي خلينا نطمنكم على فرقه الاهلي، النهارده تمرينه صباحيه استعدادا لماتش المقاولين ان شاء الله يوم الثلاث. والله انا محتار جدا جدا، يعني هسمع راي كابتن خالد ويهمني اسمع رايكم كمان. هتلعب ماتش المقاولين بمين؟ تلعبوا بالفرقه اللي لعبت ماتش القطن امبارح واللي غالبا هتكون هي اللي بتواجه سان داونز يوم السبت، يعني في خلال اسبوع و7 ايام من السبت للسبت تلعب ماتشين في افريقيا وماتش في الدوري،
مع القطن ثم المقاولين ثم سان داونز في 7 أيام، فيهم رحلة سفر لجنوب أفريقيا من أقصى شمال القارة لأقصى جنوبها، ومفترض بعد كده إنك أنت تطلع من جنوب أفريقيا على الكاميرون عشان تلعب مع القطن الكاميروني، بعد كده ترجع القاهرة. معاناة ما بعدها معاناة، في تفاصيل كده أنت طبعا اللي بيهمك كجمهور واللي بيهمني أنا كمان، ال 90 دقيقة اللي أنت هتشوفهم في الملعب، أنت مالكش علاقة بأي حاجة بتحصل حواليك بره ال 90 دقيقة دول، لا ليك علاقة بالتمرين حصل فيها ايه، ولا ليك علاقة باللعيبة لعبت كام ماتش في خلال وقت زمني قد ايه، ولا ليك علاقة بالاجهاد والاصابات. انت ليك ال 90 دقيقة، اي 11 لابسين فانيلا حمراء عايزهم ينزلوا يكسروا الدنيا يكسبوا الماتش ويقولوا لك تمام، تقول لهم تمام. لكن في الامور تفاصيل كتيرة جدا احنا ما بنحسش بيها وما بنقدرهاش. وحتى لما يعني خليني اقول مثلا على سبيل المثال ديانج، حد في كل الأهلوية شوفوا بقى كم مليون يختلف على قدرات ديانج ومستوى ديانج، ما تهقليش حد يختلف على لاعب بحجم وبقوة وبتأثير وبفعالية أليو ديانج. أليو ديانج اليومين دول مش في أحسن أحواله ومنتهى الصراحة. هل ده معناه إن إحنا يعني ده وقت نقد، ده وقت هجوم على أليو ديانج، ده وقت إن حد يطالب إنه ديانج يريح؟ متهيأليش ده في مصلحتنا ولا في مصلحة الفريق ولا في مصلحة أليو ديانج نفسه. وده اللي أنا بحاول أكلم فيه جمهور الأهلي الصغير شوية، المتحمس طول الوقت، اللي بيحب الفرقة قوي وبيغير عليها قوي وعايزها تكسب قوي، بس ما بياخدش باله من حاجات صغيرة ممكن تكون بتعطل، ممكن تكون بتكسر. وزي ديانج كتير قوي شحات في فترة من الفترات لغاية لما رجعوا بقى واحد من أهم لعيبة النادي الأهلي باعتراف كل جماهير النادي الأهلي، لقيته في ماتشات كتيره مهمه زي كاس العالم مثلا او ماتشات حتى الدوري هنا في مصر. لعيب زي محمد هاني تحمل ضغوط كتيره جدا وجماهير كتير جدا هجمته، ورجع الحقيقه هاني اللي احنا نعرفه واللي احنا راهنا عليه وقلنا انه لعيب كبير جدا، والكلام ده ظهر من زمان ورجع تاني. ففي وقت ما بيبقاش في مساحه قوي للنقد، يعني ناجل الحسابات دي لبعدين لما يكون قدامنا موقف صعب. احنا بنراهن في الاول والاخير واللعيبه كمان، مش بتكلم على احنا بس كشاشه النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او كبرنامج السادسه، لكن كمان اللعيبه بتراهن والاداره بتراهن والجهاز الفني بيراهن على دعم الجمهور اللي يقدر يزق الفرقه ويساندها ويدعمها لغايه لما تعدي ان شاء الله باذن الله الموقف الصعب اللي احنا هو مش صعب قوي، احنا قادرين نعديه باذن الله ان شاء الله، ولكن الحسابات الى حد ما معقده شويه. واهمها ماتش سان داونز زي ما بقول لك جاي في ظروف، عندك غيابات عبد القادر، الشحات، السليه، خالد عبد الفتاح غير اكرم طبعا، وكريم فؤاد زاد عليهم شريف امبارح اللي جات له كدمه في يعني جنبه في ضلوعه. بس الحمد لله يعني خليني اقول لكم من اخبار تمرينه النهارده انه السليه والشحات ما شاركوش في التمرين لكن عملوا بعض التدريبات التاهيليه، وزي ما ظهروا يمكن من شويه على الشاشه أثناء تمرينة الفريق. النهاردة كهربا دخل في التمرينة الأساسية، شارك في التدريبة الجماعية للفريق. شريف بإذن الله إصابته مش هتمنعه بأن هو يكون جاهز للعودة مرة تانية للتدريبات الجماعية، وأعتقد أنه ممكن يبقى جاهز لماتش المقاولين. لكن هي قصة المقاولين مش فكرة الجاهزية، يعني أنا لو صاحب قرار أفضل جدا جدا أن أنا أدي الماتش ده واقول للجمهور من دلوقتي مش بره الحسابات، يعني احنا رايحين نخسر، لكن انا افضل بالنسبه لي كتير جدا ان انا اريح العناصر الاساسيه وما جازفش بخساره لعيب مهم قبل ما اروح لجنوب افريقيا. ما عنديش اي مانع ادي الماتش ده لكل العناصر اللي انا ممكن اكون عايز اجهزها او اللي ما كانتش بتشارك الفتره الاخيره. يعني ايه المانع ان انا مثلا ابدا بعلي لطفي وربيعه وايمن اشرف ومحمد اشرف ومروان عطيه، يعني ادي كل اللعيبه اللي ما بذلتش مجهود كبير في الفتره الاخيره، ما هياش مجهده، في حاجه ان انا احط رجلهم في الملعب، في حاجه ان انا اجهزهم لان انا هحتاجهم كمان في اللي جاي. فانا شخصيا افضل ده واطلع حسبه النقاط من الحسابات، يعني الثلاثة بونت والحمد لله احنا داخلين يعني راجعين للدوري باريحيه، فرق النقاط الى حد كبير وخصوصا بعد تعادل الزمالك وبيراميدز الاخير مدينا الى حد ما اريحيه. لكن تراهن بقى بالفريق ككل، ادي برونو سافيو، ادي شادي حسين،
ادي كل العناصر الغايبه اللي ما او ما بت... يعني ما بتشاركش بشكل اساسي، رايح بقى هاني، رايح حمدي، رايح ديانج، رايح شريف، رايح قفشه، رايح عبد المنعم، رايح شناوي، كل العناصر دي انا محتاجها جدا 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 في ماتشين فيهم رحلتين سفر في اقل من 4 ايام. انت هتسافر جنوب افريقيا تلعب مع سان داونز، وبعدها على طول تطلع الكاميرون تلعب مع القطن الكاميروني. فبالتالي لعيبه مستنزفه، لعيبه لعبه لسه امبارح ماتش مهم جدا في دوري الابطال مع القطن الكاميروني، وهتلعب ماتش مع فرقه محترمه جدا المقاولين مع كابتن شوقي عامل شغل محترم جدا السيزون ده، وفريق عنده دوافع كبيره جدا للمنافسه، يعني بيحلم لان الماتش ده خدوا بالكم المباراه دي مؤجله، دي من الجوله 17 اخر جوله في ماتشات الدور الاول في الدوري، ودي اللي على اساسها، دي اللي على اساسها، دي من هنا بتيجي اهميه مباراه الاهلي والمقاولين، دي اللي على اساسها هيتحدد مين هي الفرق المشاركه في بطولات افريقيا السنه الجايه لو لم ينتهي الدوري المصري في ميعاده المحدد ليه 30/6، الميعاد المفترض انه الاتحاد المصري يبعت بناء على نتائج الدوري، يبعت للاتحاد الافريقي يقول له مين الفرق حسب ترتيب البطوله، مين الفرق اللي هتلعب في دوري ابطال، مين الفرق اللي هتلعب في الكونفدراليه. فلو الدوري المصري ما خلصش قبل توقيت ارسال الانديه دي هيكون الاعتماد على نتائج الدور الاول. ماتش المقاولين يحدد بشكل كبير جدا فرصه من في المشاركه من عدمه في بطوله الكونفدراليه. بيلعب على مركز، فبالتالي مباراة صعبة جدا جدا، تراهم فيها على ايه؟ انت كجمهور شايف ايه؟ شايف انه تحط السكواد الرئيسي بتاعك اللي هيلعب بعدها بثلاث ايام في جنوب افريقيا مع سان داونز، وبعدها باربع ايام مع القطن الكاميروني في الكاميرون، ولا تريح العناصر الاساسية؟ وده يمكن هيكون واحد من الاسئلة المهمة اللي بنوجهها النهارده لكابتن خالد جدل. على كل الاحوال الحمد لله مباراة وعرض طيب. قندوسي الحقيقة امبارح كان واحد من نجوم، يعني من نجوم المباراة من وجهة نظري، وشايف انه لاعب يملك القدرة انه يصنع الفارق، ولاعب مع شوية وقت يعني ياخد وقت وياخد فرصة اكبر وينسجم اكتر وياخد ثقة جمهور اكتر. اعتقد ان القندوسي ممكن يبقى اضافة مهمة جدا جدا ان لم تكن الاهم على ميركاتو الاهلي السيزون ده. بالتالي الحقيقة يستحق الاشادة، امبارح عمل مباراة جيدة جدا. علي معلول احنا ظالمينه بصراحة، علولو يعني بصراحة امبارح قدم مباراة عظيمة برضو، كان فايق ورايق ومتوهج كده، والحقيقة يعني يوم بعد يوم الحقيقة معلول مكانته بتزيد بشكل كبير جدا، لكن احنا ظالمينه أكتر بفكرة الباك الشمال. يعني أنا بشوف الحقيقة معلول من أهم صناع اللعبة في مصر. هو وظيفته يعني مكانه في الملعب مدافع، او مطلوب منه انه يؤدي بالتاكيد مهام دفاعيه كبيره جدا، لكن لو تخلص منها معلول انا شايف انه تاثيره واضافته في الحته دي هتكون عظيمه جدا، وبشوف انه ممكن جدا 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 تراهن على معلول في بعض المباريات كجناح، يعني تبعد خالص عنه النواحي الدفاعيه دي، او في بعض ماتشات الدوري تجرب مثلا او يجرب مستر كولر. انا عارف ان فكره تغيير الطريقه بتبقى امور صعبه جدا، لكن وليه لا مع التدوير ده. انا شايف انه معلول جناح عظيم جدا على فكره. على كل الاحوال هنتكلم مع كابتن خالد جدل وهنشوف مشوار الاهلي اخباره ايه، ونتكلم على مكاسب امبارح، ونتكلم على الماتشات اللي جايه، مقاولين في مقاولين ثلاث، سان داون سبت في جنوب افريقيا، قطن ثلاث برضو في الكاميرون. خلينا نروح لفاصل سريع ونستقبل بعده نجمنا النهارده ونجم حلقتنا الكابتن الكبير خالد جدل ضيف علينا في السادسه بعد الفاصل. يمكن اهم ملاحظه كنت عايز ابتدي بيها حلقه النهارده بس ما رضيتش واجلتها عشان اقولها مع ضيفي النهارده في السادسه الكابتن الكبير خالد جداله اللي برحب بيه طبعا وبينورنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن خالد. اهلا بيك، تحياتي ليك يا احمد. الله حبيت خليك. الحقيقه اجلها لغايه لما حد شرفنا في السادسه عشان اسمع رايك فيها، لانه على مدار مشاركه الاهلي في بطولات كتيره جدا بيبقى معاه فرق من دول تانية زي مثلا الهلال السعودي لما كنا بنلعب في كاس العالم فكان الهلال السعودي بيلعب معانا، زي الوداد لما كان بيلعب معانا في نسخة دوري الأبطال. كنت بشوف وبحس كده مجرد إحساس إنه الفرق دي بتلقى كل الدعم والمساندة من كل الجهات الرسمية المسؤولة عن رياضة كرة القدم في الدولة بتاعتها وهي داخلة المعترك البطولة دي. ما بحسش نفس الإحساس ده مع الأهلي، وبحس دايما إنه بالعكس
بدل ما يعني مش ب... بدل ما... ما انت مش بتكتفي بانك انت تقدم الدعم والمسانده، انت من الوارد جدا انك انت تكون للاسف الشديد جدا بتحط يعني مطبات صناعيه، بتحط عراقيل، يعني مش بس ما بتقومش بدورك، لكن كمان بحس انه ممكن تبقى متعمده او غير متعمده، لكن بحس انه المسؤولين هنا بيعطلوا مشوارنا دي او ما بيساعدوش النادي الاهلي، يعني هو على الرغم في النهايه انه اي انتصار بيحاول النادي الاهلي هو بيحسب للرياضه المصريه والكره المصريه. هل احساسي او انطباعي ده صحيح ولا نظريه المؤامره مسيطره على تفكيري؟ لا، انطباعك صحيح، وده الانطباع اللي بيجي لكل الاهلاويه وبيجي لنا احنا كمان. يعني وضع طبيعي، عندنا مباراه يوم السبت قويه جدا ومهمه جدا في مشوارنا في بطوله افريقيا ابطال الدوري مع سان داونز. مش من الطبيعي ان انت تيجي تلعب يوم الثلاث، يعني تلعب سبت مع القطن الكاميروني، القطن الكاميروني، والتلات هتلعب مع المقاولين، ماتش هيبقى جامد. وفرقه يعني جامده المقاولين، وبعدين تروح يوم السبت في الماتش المصيري تلعب قدام سان داونز. طب ايه المشكله؟ ماتش المقاولين ده ما كان يتاجل وتلعب في اي وقت؟ يعني احنا بنقدر نتحكم في البطوله بتاعتنا المحليه زي ما احنا عايزين. ولكن المفروض مع النادي الاهلي ومع اي فريق، الفرقه اللي بتمثلنا في بطولات افريقيا سواء بطوله افريقيا او الكونفدراليه ابطال دوري او لا، لازم نساعد، لازم نمد الايد نساعد فرقنا، مش نقف ضد فرقنا. فانا شايف ان ماتش المقاولين ده طبعا زي ما انت قلت انا اعتبره مطب صناعي، لان لعيبه النادي الاهلي هتبذل فيه مجهود كبير جدا جدا. مش ماتش سهل. صحيح. وهتروح يوم السبت لسه في سفر ومسافه طويله جدا لجنوب افريقيا، وتلعب مع سان داونز فرقه تقيله جدا جدا. وانت محتاج الماتش، عايز تكسب. طبعا. فطبعا بتوفيق ربنا باذن الله وجدعنه اللعيبه بتاعتنا باذن الله. هو سيناريو 10 ايام صعب، يعني صعب على اي فريق، صعب على اي جهاز فني. من ماتش القطن هنا اللي لعبناه امبارح لغايه ماتش القطن هناك اللي هو مفترض يوم الثلاث، في رحلتين سفر طوال وكبار، واحد من اقصى شمال القاره لاقصى جنوبها تلعب سان داونز، وتطلع من سان داونز من جنوب افريقيا على الكاميرون عشان تلعب القطن، وبعد كده ترجع القاهره، ودي ليها حسبه بيرما خصوصا في ظل الغيابات. بس قبل ما ادخل في كل ده خليني اتكلم مع حضرتك، وقبل ما اتكلم على ماتش المقاولين برضو يعني ده سؤال مهم جدا عايز اسمع رايك فيه. عايز اعرف امبارح الاهلي شفته ازاي؟ كسبنا ثلاث نقاط مهمه جدا في توقيت رجعونا دون الى حد ما دفعه كبيره جدا عشان نرجع ننافس مره ثانيه في البطوله. لكن بعيدا عن مكسب الثلاث نقاط، شايف ايه اهم مكاسب حققها الاهلي من ماتش امبارح؟ اول مكسب الثلاث نقاط، لان انت زودنا رصيدنا من نقطه لاربع نقاط، فحطونا يمكن دخلنا قربونا شويه. نمره اتنين، فرقه القطن مش مقياس ان انا احكم على فرقه النادي الاهلي امبارح فنيا. يعني فرقه القطن فرقه في المتناول، يعني نقدر نقول مستواها الفني اقل من المتوسط، فكان من الطبيعي ان النادي الاهلي يعني نكسب باقل مجهود. ولكن مش مقياس ان انا يعني احكم، لا انا احكم يوم السبت. في المتناول دي يعني على بقت علامه استفهام، هي الداخليه كانت في المتناول برضه؟ لا، الداخليه اصعب من القطن. الداخليه اصعب من القطن. طبعا. اصعب من القطن، وده اكبر دليل على كلامي. خسروا خسروا على ملعبهم، وخسروا من الهلال السوداني ومن سان داونز على ملعبهم. لا، فرقه بعيده الداخليه، يعني الفرق المصريه تعرف تلعب قدام النادي الاهلي ازاي؟ بالتقفيل وبالزون ديفنس، امبارح بيلعبوا ماتش مفتوح وهم امكانياتهم على قدهم، فماتش كان في المتناول. فهو كان الهدف الاولاني ان احنا نكسب الماتش، والحمد لله كسبناه وبنتيجه كويسه 3-0، بقى عندنا اربع نقاط. انا اتمنى ان في لعيبه بالذات بعد ماتش امبارح تكون الثقه رجعت لها بشكل كويس، وهخص بالذكر طاهر، محمد طاهر. لان طاهر امبارح انا شفته بشكل كويس جدا، احسن من الماتشات اللي قبل كده بكتير، بالذات في النواحي الهجوميه، وشكله الهجومي وفعاليته في النواحي الهجوميه كان ظهر بشكل كويس جدا. اتمنى ان من يعني يحط الماتش دون في دماغه، شوف هو لعب امبارح ازاي، يبقى كل ماتش يلعبه بنفس الطريقه اللي لعبها. ايه اللي ناقص طاهر يا كابتن خالد؟ يعني لو انت بتوجه نصيحه لطاهر، محمد طاهر، لانه انا شفت طاهر مع المقاولين وكان من اكتر اللعيبه الحقيقه اللي يعني كنت متحمس اول ما تم الاعلان عن التعاقد معاهم، يعني حسيت انه هيكون اضافه للنادي الاهلي، وهو لعيب عنده مقاومات اللعيبه اللي عندها قدره انها تطور من نفسها، بدني واقف على رجله كويس جدا، مهاريا اعتقد انه برده مستواه مقبول، لكن الحته الخاصه باللمسه الاخيره مثلا، الحاجات اللي بتاخدها ياخدها الجمهور على طاهر انه ما بيسجلش اهداف كتير،
او ما بيصنعش اهداف كتير، ازاي يطور الحته دي طاهر عنده؟ يطور امبارح زي ما بقول لك هو ظهر بمستوى كويس جدا. ليه؟ لان واجبات المركز اللي بيلعب فيه محمد طاهر سواء من ناحيه الشمال نفس الكلام واجبات المركز لاي لعيب بيلعب ناحيه اليمين، يعني في اي فرقه بتلعب 4-2-3-1 الثلاثه اللي تحت راس الحربه دي كل لعيب ليه واجبات هجوميه ودفاعيه. طاهر بالنواحي الهجوميه الدفاعيه بيقوم بيها بشكل كويس جدا، يعني ما فيش اي تعليق عليه. ومن احسن الاجنحه اللي بتعمل واجب دفاعي. الواجب الدفاعي. نيجي بقى على الحته الهجوميه، ما هي ايه هي الواجبات اللي المفروض يعملها طاهر عشان يبان بشكل كويس؟ نمره واحد، ازاي ما اسقطش كتير في نص الملعب؟ لان مش شغلتي ان انا اسقط عشان استلم الكوره. لا، انا شغلتي ازاي اروح واحد ضد واحد بالنسبه للظهير اللي بيلعب عليا، الباك اللي بيلعب عليا، ازاي اتخطاه، ازاي افوت منه، ازاي اتحرك دايما من وراه عشان اخد الكره من وراه عشان تبان خطورتي، ازاي اخترق، ازاي اعمل كره بالعرض، ازاي اضم لما تكون الهجمه من الناحيه الثانيه، اضم جنب راس الحرب عشان يبقى راس حربه تاني. ودي برده ما بيعملهاش كتير، عشان كده ما بيجيبش جوان. يعني عشان كده زي يعني تاكيدا للكلام اللي انت بتقوله، قله جوان طاهر. ازاي افوت، ازاي افوت واكسر على جوه واشوط، ازاي ابقى اضم لجوه وابقى راس حربه تاني لما الكره تكون من الناحيه الثانيه. امبارح انا شفته بشكل غير الماتشات اللي فاتت، لان في النواحي الهجوميه كان احسن. كان بيفوت، كان بيروح للراجل، بيزق، بيستغل سرعته، حتى عمل الكوره الجون بتاع محمد شريف عمله كويس جدا. انا اتمنى يعني برضو انا مش هقيس ماتش امبارح لان امكانيات فرقه القطن زي ما قلت لك، انا اتمنى ان انا اشوفه في كل الماتشات بنفس السيستم ده. وعلى فكره ممكن يروح مره ما يفوتش، ما يقدرش. يعني لو في ماتشات جامده، ولكن يبقى هو دون سيستم اللعب بتاعه. انا ما بسقطش نص الملعب عشان استلم وبعدين اديها اللي جنبي، مش مسؤوليته خالص. ازاي اتحرك من ورا الباك، ازاي لما استلم اروح واحد على واحد واحاول ان انا افوت، لان انا جسمانيا قوي، بدنيا قوي، سريع، لازم استغل كل الكلام ده. ولازم هو يعرف مميزاته، وازاي لما افوت ازاي اعمل كره بالعرض، ازاي اعمل ان انا هفوت على بره واكسر لجوه وبعدين اشوط على الجون، ازاي ابقى راس حربه تاني اضم لما الكره تكون من الناحيه التانيه. كل لو عمل كل السيستم ده ومشي عليه هيجيب جوان. شريف انا بحبه جدا ومقتنع بيه جدا كراس حربه. محمد شريف انا من وجهه نظري من روس الحربه اللي يعني، بس هو عايز استمراريه في اللعب. وحتى لما يضيع انا دايما بقول ايه، راس الحربه اللي بيروح وبيضيع دي حاجه مش وحشه، دي حاجه كويسه. ليه؟ لان هو بيقدر يروح للجون، طالما بيقدر يروح هيضيع وهيجيب جوان. انا امبارح عجبني جدا، بيتحرك كويس جدا، الجون اللي جابه صعب جدا. لما بيضيع كتير يا كابتن خالد بتبقى المشكله مش بس عند الجمهور ولا عند الجهاز، بتبقى عنده هو. بتبقى عنده طبعا. يعني هو كمان بيحصل له حساباته بتتلخبط، ثقته بنفسه. لا، هو لو حس ان هو هيلعب على طول، في استمراريه ان هو يلعب، صدقني محمد شريف مستواه هيتغير قد كده 20-30 مرة. 20-30 ضعف احسن من كده، بس هو يحس ان هو لعيب اساسي وهيلعب، وحتى لو وحش هيلعب. كل الخبرات دي يا كابتن خالد، وكل الالقاب اللي حققها مع النادي الاهلي، وكل الاهداف الصعبه اللي سجلها محمد شريف، محتاج تخليه يعيد حساباته مره ثانيه؟ محتاج يستنى حد يقول له انت هتلعب اساسي عشان يستعيد ثقته بنفسه؟ الاحساس ده لازم يوصل له. انا كمدير فني بدي اللعيبه احساس، محمد شريف بيلعب النهارده، انا بدي له احساس وطمانينه من جوه ان هو حتى النهارده لو مش موفق هيلعب ثاني. انما الخوف ان انا النهارده لازم ابقى كويس، هي دي اللي ممكن بيبقى فيها تذبذب في المستوى وعدم ثبات في المستوى. ولكن هو عنده المقومات، بيتحرك من غير كره كويس جدا، سريع، بيعرف يجيب جوان، وحتى لو ضيع نستحمله شويه الدنيا هتفك. لان الجون اللي جابه امبارح صعب جدا جدا، التوقيفه اللي هو وقفها يعني تنم ان هو لعيب هداف. ان انا بوقف الكوره واسيبها تعلى شويه عشان اشوطها برجلي الشمال فوق، بدل ما كنت وقفتها وتبقى على الارض. فهتبقى على رجلي الشمال اللي ما بلعبش بيها، فممكن اشوطها مش كويس. لا، هو لعيب هداف. ولا في لعيبه كتير ممكن تستلمها باليمين
وتحاول تفكر انها تتعدل من وضع جسمها عشان تشوطها باليمين برضه، وده هياخد وقت اطول وممكن طبعا ساعتها ممكن ما تلاقيش الوقت ده، ولو ده عليك مدافع قوي شويه او بيفهم مش هتلاقي الوقت عليك. انما هو اتصرف بشكل كويس وبعدين الاسيست وعمل 1 2 مع طاهر من بدايه الهدف. يعني هو اتحرك على بوز ال 18 ناحيه الشمال، عمل 1 2 ظهر لمحمد طاهر، لطاهر عمل معاه 1 2 وبعدين شوف كم اللي جوه بيتحرك من غير كوره ازاي. وهو بيتحرك بدون كوره كويس جدا جدا جدا، عشان كده تبقى صعب ان انت تراقبه. يعني مش سهل ان انت تراقب محمد شريف لان هو بيتحرك من غير كوره يقدر يسرق اي مدافع في اقل من ثانيه. النهارده بمناسبه الكلام عن رؤوس الحربه يعني او عن خط هجوم الاهلي ككل، يعني النهارده كهربا بيرجع مره ثانيه، وكهربا الحقيقه في مشاركته الاخيره مع الاهلي سواء في دوري الابطال او في كان فعال كان مؤثر، يعني سواء على مستوى صناعه الاهداف او على مستوى التسجيل. النهارده انت لو بتختار راس حربه، خلينا نقول مثلا ماتش المقاولين، او ماتش المقاولين ده ليه حسبه ثانيه اصلا مش عايز، في ماتش سان داونز خلينا نقول ماتش سان داونز، تراهن على لعيب زي كهربا ولا لعيب زي محمد شريف؟ على الاثنين. على الاثنين. ايوه هلعب كهربا وشريف و التالت مش طاهر، معقوله نسيت اسمه، احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. احمد عبد القادر في الشمال وشريف وكهرباء. وبالمناسبه خليني اقول لكم يعني ده اغلب الاحتمالات القائمه، يعني انه الاهلي ان شاء الله باذن الله هيسافر جنوب افريقيا بالسكواد كله، لانه رحله طويله، رحله هتمتد بعد كده بعد مواجهه سان داونز. اللي هيقدر يجهز وممكن يلحق بماتش سان داونز هيشارك، واللي مش هيجهز هيتم يعني الجهاز الطبي يحاول يجهزه قبل مواجهه القطن، فالسكواد كله باذن الله مسافر باذن الله. فانت شايف انه ممكن الاثنين في ماتش سان داونز كهربا بس مش زي ما لعبوا ماتش، اصل كهربا مش راس حربه. يعني كهربا مش اساسا، بس هو كولر واضح انه مقتنع بيك راس حربه، ده لاعب شريف جناح في مره ما ينفع. لا ما دي معكوسه ما ركبتش يعني، لا لا ما تركبش معكوسه. كهربا على طرف من الاطراف سواء يمين او شمال مفيش اي مشكله، شريف راس حربه فقط لا غير، مش على الجناب، ده وجهه نظري. ايوه هزار مين علي معلول؟ لعيب كبير، بس يعني الحقيقه لعيب كبير وارقامه واهدافه وصناعه الاهداف، الارقام مع الاهلي اللي حققها يعني بتقول انه علي متكتف بالواجبات الدفاعيه. هل من امبارح انا ما اعرفش ليه يعني جات لي الفكره، يعني شفت علي معلول بيقدم واحد من احلى الماتشات ليه مع النادي الاهلي، ليه فكره انه علي معلول ما يتمش توظيفه، او يعني انا كمدير فني اشوفه كجوكر اقدر العبه في اكتر من مكان؟ ما هو وهل ده وارد من وجهه نظرك؟ يعني لا وارد طبعا. يعني وارد في ماتشات معينه، وارد ان هو يلعب في نص الملعب ناحيه الشمال كجناح، يعني زي ما حصل الشويه اللي لعبهم في الاخر. محمد اشرف رجع لعب باك ليفت وهو لعب قدامه، لا ده بالعكس ده هينجح فيها بشكل كبير جدا. علي معلول السر في مستواه، يمكن الميزه اللي عنده مش موجوده انا ما شفتهاش في اي مدافع او ظهير ايسر، يعني هو طريقه هجومه ازاي. علي معلول عمره ما بيهاجم بالكوره، دايما احنا كمدربين بنيجي بنقول ايه، ما ينفعش باك يهاجم ويفضل يجري بالكوره، ما ينفعش. ما ينفعش. هو بيعمل ايه علي؟ باصي اتحرك من غير كوره، بيباصي واتحرك من غير كوره، فدي ده النجاح ودي الموهبه وده الذكاء، وده اللي بيخليه كمان ما بيبذلش مجهود زياده عن اللزوم، تحس ان الدنيا سهله قوي معاه. انا يعني يعني ما بشوف كوره في اي حته في الدنيا، وبشوف كوره في مصر مستوى منتخبات او مستوى انديه، بحس انه الاشكاليه اللي عندنا حقيقي في الكوره لو حليناها او عالجناها الكوره في مصر تختلف تماما، هي فكره التحرك بدون كوره. طبعا احنا لاعبتنا بحسهم كل واحد وارث الحته دي من الارض الملعب، واقف فيها مستني الكوره تجيله عشان ينقلها للمربع اللي جنبه، بيتفرج على اللي معاه الكوره هيعمل فيها ايه. قصه التحرك من غير كوره دي هي معضله قوي يا كابتن خالد. لا يعني تعود. فكره تعود طبعا. ودي بتبقى امكانيات، يعني واحده من المواهب الطبيعيه اللي موجوده عند لعيب الكوره. يعني فاكر لما كنت بلعب كوره انا كنت يعني لما باصي الكوره لازم ادور على المكان اللي ممكن يبقى مناسب لزميلي عشان يباصيلي بمنتهى السهوله من غير ما حد يقول لي، انا باي ديفولت كده بعمل ده. هل دي حاجه تدريب ممكن تشتغل عليها تعلمها، ولا دي حاجه لازم تبقى موهبه موجوده في الاصل؟ لا ده هي تدريب. تدريب. طبعا. ليه؟ لان انت بتربط الفرقه كلها ببعض، كل واحد حسب مركزه ازاي اباصي واتحرك. دي من خلال التدريبات لما اللعيبه بتتعود عليها
انت بتيجي بتعمل ايه مثلا؟ بتعمل تقسيمه في نص ملعب واتيفر مثلا 6 ضد 6 او 7 ضد 6، تصفر فاول الباص لو ما اتحركتش بعد ما بصيت الكوره ما اتحركتش فاول عليك. أوكي. فهو ده التعود. تفضل مره في اثنين في ثلاثه في اربعه، وده يستلزم بالضروره كابتن خالد او ان طبيعه طريقه اللعب ان الخطوط بتاعه الفريق تبقى قريبه من بعض ولا تبقى منتشره؟ او الخطوط تبقى قريبه وانت بتدافع. كلمه خطوط القريبه دي ما ينفعش وانت بتهاجم تبقى خطوطك قريبه. هما في حاجتين عكس بعض. وانا بدافع لازم الخطوط تبقى قريبه عشان يبقى انا جنبك، لو انت ترقصت انا اللي هقطع. فاهمني؟ انت بتخش مثلا لو احنا المسافه بينا كده انت ترقصت انا اللي هقطع، عشان كده واحنا بندافع لازم الخطوط تبقى قريبه. بس واحنا بنهاجم لو الخطوط قريبه انت هتخنق نفسك. لازم يبقى في انتشار كويس. هو ده الفرق ما بين الناحيه الهجوميه عايز انتشار. برشلونه ويا الفرق اللي بتلعب كره ليها اسلوب ممتع يعني. يعني ريال مدريد فريق بطل، لكن بشوف ان كورته ممله جدا ومش ممتعه وبيعتمد على بعض العناصر الفرديه زي بنزيما وفينيسيوس جونيور. لكن فريق زي برشلونه، فريق زي مان سيتي، فريق زي ارسنال السنه دي، احنا كنا لسه بنتكلم على ارسنال انا وحضرتك، بيقدم كره ممتعه جدا وبيكسب في النهايه. بحس ان الفريق كله رابط مع بعض، كتله واحده يعني، الفريق كله بيتحرك كله مع بعض بالظبط. هي دي اللي يمكن بحس انها غايبه شويه عن كره الاهلي. غايبه هم حاجتين عن الكره المصريه عموما. تحرك بدون كوره زي ما انت قلت، وهو ده الفرق بيننا وبين اي دوري على المستويات الكبير. نمره اتنين، انا اقصد بالانتشار الانتشار وانت بتهاجم بالذات الاربعه اللي قدام. يعني انت دايما برشلونه تلاقي في اتنين فاتحين على الخط واحد وانت بتهاجم، انما وانت بقى الكره اتقطعت وانت بتدافع الاثنين اللي على الخط دول تلاقيهم ضموا دخلوا جوه عشان المسافات تبقى قريبه وانت بتدافع. فاحنا محتاجين حاجتين مهمين جدا، التحرك بدون كوره نمره واحد، تقارب الخطوط وانت بتدافع بالذات لما بتلعب قدام فرق من الفرق الجامده. يعني النادي الاهلي يوم السبت قدام سان داونز محتاجين واحنا بندافع يكون في تقارب في الخطوط. خلينا طب قبل ما نروح لسان داونز نقف مع المقاولين ونشوف ازاي ممكن مستر كولر يفكر في المواجهه دي. بس اسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير خالد جدالة في سادسه بعد الفاصل مباشره. تمام. المهم ما يجيش فيها اجوان زي ما كان كابتن خالد بيقول لي في الفاصل. بس ايه القصه بتاعت الاجوان دي؟ هقول لكم عليها بعد شويه بعد ما اروح لماتش المقاولين، لانه زي ما ابتديت الحلقه مع حضراتكم وقلت انه هتفكر ازاي في ماتش المقاولين. انت عندك بعد ماتش المقاولين بثلاث ايام مباراه ضرب نار، اهم مباراه في مشوارك في دور المجموعات، وهي اللي هتحسم بشكل كبير جدا شكل المنافسه، انت وسان داونز ولا انت والهلال ولا لا قدر الله سان داونز والهلال. فبالتالي انت محتاج تروح ترجع بنتيجه ايجابيه اقلها التعادل، ان لم يكن المكسب، لانه المكسب يريحك ويوصلك خلاص تبقى خلصت خلاص. لكن عشان تروح سان داونز في ظل الغيابات اللي موجوده عندك في الفتره الاخيره، يغيب عنك سوليه، يغيب عنك الشحات، يغيب عنك عبد القادر، يغيب عنك خالد عبد الفتاح، يغيب عنك يعني اصيب امبارح شريف، نتمنى انها تكون اصابه بسيطه جدا وما تاثرش، وان شاء الله زي ما قال دكتور احمد ابو عبله لن تكون اصابه مؤثره يعني، وهيكون غالبا جاهز للمشاركه في التدريبات. لكن الظروف دي بتحتم عليك انك تفكر في ماتش المقاولين ازاي. هل يا كابتن خالد شايف انه الاسلم والاصح ان انا احافظ على سكواد الرئيسي بتاعي او الاساسي بتاعي او العناصر الاساسيه، مش لازم سكواد بس عناصر اساسيه واريحها عشان تكون جاهزه لرحله سفر طويله يوم الاربع وماتش من العار التقيل يوم السبت مع سان داونز، وراهن على اللعيبه اللي كانت بعيد او ما بتشاركش بشكل اساسي او اللي ما ظهرتش بقى لها فتره طويله جدا زي برونو سافيو وزي شادي حسين وزي محمد اشرف وزي ربيعه وايمن اشرف، يعني كل الاسماء اللي يمكن ما خدتش او ما كانش فيه مساحه للمشاركه العب بيهم ماتش المقاولين، ولا لا ده ماتش دوري وثلاث نقاط مهمه وفريق مقاولين عامل شغل كويس مع كابتن شوقي وبالتالي العب بالعناصر الاساسيه بتاعتي؟ طيب انا هجاوب عليك قبل يعني ما اخش في الفنيات. هنجاوب على هل احنا ماتش سان داونز في بطولة افريقيا لا قدر الله لا قدر الله لو خسرنا هيبقى الامال بتاعتنا بقت ضعيفه في بطولة افريقيا؟ مظبوط. لو تعطلنا في ماتش المقاولين، لا لو ماتش سان داونز خسرناه هيبقى يعني املنا الوحيد انه سان داونز يكسب الهلال برضه. كويس.
يعني ده الحاجة الوحيدة اللي تخلي الأهلي عنده فرصة للتأهل تاني. بس هنبقى يعني أنا أقصد إيه، أنا عايز أجيبها لك إزاي، إن لا قدر الله حتى لو دي تتعوض دي ما تتعوضش، في ماتش المقاولين يتعوض، بس مش معنى كده إن إحنا هنفرط فيه. أنا فاهم فاهم طبعا. بالظبط. لا طبعًا. يبقى أنا من وجهة نظري وهي هتبقى، أنا بقول 11 التانيين يعني اللي بعاد عن المشاركة يكسبوا المقاولين برضو. بالظبط كده. يعني لعيبة النادي الأهلي، أي حد بيلبس فانيلة الكو، أي حد هيلبس فانيلة النادي الأهلي هينزل يأدي. ده بالعكس، ده هيبقى عنده دوافع أكتر، دوافع كتيرة، دوافع جديدة كبيره ان هو يثبت نفسه. بس مش معنى كده برضو ان ال 11 لعيب يبقوا جداد، لا لا. يعني انت برضو في المراكز اللي هي بيتبذل فيها جهد كبير بالنسبه للعيبه، يعني مثلا ديفندرات ممكن اريح ديفندر لان بيجري كتير، ممكن اريح الديفندر اللي انا هلعب بيه قدام سان داونز اريحه ماتش المقاولين، واحد من الاثنين، ممكن راس حربه، ممكن الجناحين، جناح وجناح لاعب، لان ممكن باك اريحه. أيوة. لان دول اللعيبه اللي بتبذل. مين اللعيبه اللي تستحق الراحه او اللي انت شخصيا المفاتيح بتاعتنا عليهم. المفاتيح بتاعتنا في ماتش سان داونز هي دي اللي تستحق الراحه. ايوه، معلول منها، علي معلول طبعا، ديانج منها، ماشي ديانج، عبد المنعم منها. عبد المنعم، المساكين ما بيبذلوش مجهود كبير، يعني ما بيبقاش عليه من إصابة. هي بس هي دي. بس هو خلي باله على نفسه، يعني ما هو برضه الاصابه مش، انما برضه ممكن يريح. لان احنا عندنا لعيبه، اي حد هتشيل وتحط في على مستوى الدوري المحلي مفيش اي مشكله. طيب مفيش اي خوف. تعالى نشوف جدول الترتيب بتاع الدوري جاهز معانا. طيب هيجهز دلوقتي، عايز ابص معاك. انا احنا بننسى الدوري بصراحه، يعني احنا مشاركتنا في كاس العالم كاس افريقيا وكاس بطوله افريقيا الى حد ما مش مخليه الجمهور مشغول قوي بموضوع الدوري، خصوصا ان في فارق مريح في النقاط وانت لسه ليك كمان مؤجلات. تعال نشوف كده كابتن خالد شكل الترتيب في جدول ده جدول الترتيب في الدوري. الاهلي لعب 17 ماتش في الصداره برصيد 41 نقطه، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز اللي بيجي في المركز الثاني من 20 مباراه. يعني ان شاء الله باذن الله اذا افترضنا فوز الاهلي في المؤجلات الثلاثه ليه هيوصل ل 50 نقطه بفارق 11 نقطه عن اقرب منافسيه، وبيجي ورا بيراميدز بنفس الرصيد برضو فيوتشر ب 39 نقطه من 20 مباراه، الاتحاد السكندري 36 نقطه من 20 مباراه، الزمالك خامس 33 من 19، والمقاولون العرب 32 من 19 مباراه. ده شكل الجدول وشكل المنافسه. يبدو كده انه وضع الاهلي مريح، وده يخليك تراهن او ده ممكن يساعدك اكتر كجهاز فني انك تراهن على فكره انه ماتش المقاولين لا، ابعد العناصر الاساسيه وريح السكواد او العناصر اللي هتشارك في ماتش سان داونز. المكاسب بتاعتي لو ريحت العناصر زي ما قلت، الاوراق الرابحه بتاعتي اللي هستخدمها في ماتش سان داونز المهم جدا، مكاسب كتيره جدا. هريح لعيبه، هكسبهم قدام سان داونز، تمام، هياخدوا وقتهم في الاستشفاء وفي الراحه. نمره اتنين، اللعيبه اللي انا هزقها في ماتش المقاولين هيبقى عندها دوافع جديده عايزه تثبت نفسها. مظبوط. فانا مش خسران حاجه. يعني وحتى لا قدر الله لو تعطلنا حاجه بسيطه من ماتش المقاولين مش قصه كبيره. لا لا خالص خالص. ولكن هو اهم حاجه ماتش سان داونز، انت هتلاعب فرقه جامده وماتش مهم وثلاث نقط مهمين جدا. صحيح. بمنتهى الصراحه ده الصداع الحقيقي في دماغ كل الاهلاويه، مباراه سان داونز مش بس عشان فكره كمان اللخبطة اللي حصلت في ترتيب المجموعة، ولا عشان انه انت هتلعب مع سان داونز في جنوب افريقيا، لكن كمان عشان الفرقة دي كورتها بايخة بترهق اي فريق تلعب، وانت رايح على ملعبها واكيد هم كمان عندهم نفس الدوافع زيك بالظبط، وخصوصا ان هم يعني معنويا حققوا معاك تعادل وقدموا عرض قوي جدا في القاهره، فالطبيعي جدا من وجهه نظرهم ان هم يكسبوا هناك في جنوب افريقيا. تفكر في المباراه دي ازاي يا كابتن خالد؟ انت رايح عايز تكسب وهم كمان عندهم نفس الرغبه في المكسب، فريق بيلعب كوره، فريق خطير جدا هجوميا، وان كنت بشوفه متواضع جدا دفاعيا، واحنا الحقيقه اللي اسأنا استخدام الفرص او فرطنا في فرص كانت ممكن تنهي مواجهه القاهره صالح. أنا أتفق معاك جدا، فرقة سان داونز عندها نص ملعب وفراودة على مستوى عالي جدا. أيوة. عندهم مشاكل في خط الدفاع بالذات قلبي الدفاع. أهم حاجة
ان نروح عشان احنا عايزين نكسب الماتش، اهم حاجه ما يجيش فينا جوان. يعني بدايه الماتش اول تلت ساعه ازاي ان احنا نبقى مقفلين بشكل كويس، ازاي ننقل الكوره وازاي نحتفظ بالكوره، طبعا مش في التلت الدفاعي بتاعنا، في نص الملعب او في نص ملعب فرقه سان داونز، نمشي الكوره ناخد ثقه نعدي اول 20 دقيقه. فرقه سان داونز في الماتش الاولاني عملوا حاجات، الديفنس بتاعهم كورته قليله وبيلعبوا من تحت، واخطاء يعني كارثيه، بيلعبوا من تحت. أي. يعني عندهم ثقه في نفسهم ولكن كورتهم قليله، يعني قعدوا ينقلوا علينا كوره في اوقات وقطعناها كتير، انا قلت هنقطع هنجيبها جون. أي. فيبقى لازم نعدي بس ال 20 دقيقه، والثلاثه اللي هيلعبوا قدام اللي هم الجناحين وراس الحربه لازم يتميزوا بسرعه وبضغط كويس جدا، وازاي بعد ال 20 دقيقه ربنا يسهل ما يجيش فينا جوان، نضغط عليهم من قدام بالذات على المدافعين، لان هم هتلاقيهم عايز يستلم من حارس المرمى وينقل وينقل وينقل، هنقطع هنجيبها جون. نعدي الماتش دايما لعيب الكوره كويس اللي امكانياته كويسه لما بيلاقي فرقه قدامه بتضغط عليه بشكل جامد ما بيبقاش مستريح. انما هو يبقى مستريح امتى؟ لما بتدي له فرصه ان هو يستلم ويباصي ويتحرك. لو اتضغط عليهم بعد بس نعدي ال 20 دقيقه، لان برده مش هينفع نضغط طول 90 دقيقه. لازم الماتش يتجزأ على كل شوط على ثلاث فترات، فتره ربع ساعه او 20 دقيقه الاولانيه في البدايه ازاي تبقى واقف على رجليك، كره بين رجليك بتنقلها، مأمن نفسك، مفيش حاجه خطر على المرمى بتاعك. ممكن الربع ساعة اللي بعد كده نبتدي نضغط من قدام، ولعيبتنا هتقدر تعمل هذا الكلام، وممكن الربع ساعة الأخرانية برضو تهدى شوية بحيث ان انت تعدي الشوط. كل ما الوقت هيعدي هم مش هيجيبوا أهداف من بدري في الشوط الأولاني أو ربع ساعة أو نص ساعة هنكسب الماتش. يعني احنا عايزين تبقى دفة الماتش ماشية زي ما احنا عايزين، الأساس ان ما يجيش فينا أهداف من البداية. ازاي نمشي الماتش وازاي نضغط على الأربعة بتوع الديفنس بالذات في بداية الهجمة، لما ضربة مرمى ليهم مثلا هتلاقي حارس المرمى بيحط الكورة وعايز ينقل، هيديها المدافع، من هنا يبتدي الضغط، لأن إمكانيات المدافعين عندهم مهاريا مش كويسة بالذات في النقل. قطعنا هنقدر نسجل أهداف. مفيش فريق يمكن حافظ الأهلي في أفريقيا زي سان داونز. يعني إحنا في الثلاث أربع مواسم الأخيرة كأنه مقرر علينا في المنهج بالزبط. مواجهة سان داونز بالتالي زي ما احنا عارفين تقريبا كل حاجه عنهم، هم كمان برضو عارفين حاجه كل حاجه عنها. لا لو بفكر في التركية، وهنا شغل مدير فني، لو بفكر في التركية افكر ان انا اعمل مفاجاه، افكر ان انا اعمل سيناريو ما يكونش متوقع من سان داونز، افاجئ بيه الخصم في المباراه دي، سواء في طريقه لعب، سواء في مهام داخل الملعب، سواء في توظيف ورقه معينه او لاعب معين بدور ممكن يلخبط حسابات سان داونز. ايه ممكن تكون التركية اللي من النوع ده يا كابتن خالد؟ التركية اللي هي حتة الضغط اللي أنا بتكلم عليها. أي. وإن إحنا ننزل من يعني بنلعب جيم عادي، أساسه إزاي ندافع كويس، الأساس إزاي ندافع كويس، وأي فرقة يا أحمد بتهاجم أو عندها لعبتها بتعرف تنقل وتتحرك بدون كورة وتقدر توصل للجون، كل ما هتضغط عليها ويحسوا ان انت بتهاجم وليك فعالية على المرمى بتاعهم. أيوه. هم مش هيعرفوا يلعبوا لعبهم، احنا عايزين نطلعهم ان هم ما يلعبوش لعبهم. ايه بقى ايه اللي احنا نعمله عشان ما نخليش فرقة سان داونز تلعب اللعب المريح اللي هم متعودين عليه؟ الضغط، كور مشتركة، اي كرة مشتركة لازم تبقى بتاعتنا، لازم يحسوا بينا ان احنا جامدين وغلسين وبنضغط ومش هنترقص، كل الكلام ده. يعني يكون في سمات اراديه بالنسبه للعيبه عندنا بشكل كبير جدا، وعندنا من المقومات الهجوميه اللي نقدر نخلي فرقه سان داونز. اه طبعا اكتر ميزه او اكتر نقطه قوه في فريق سان داونز هي قدرته على الاستحواذ ونقل الكوره، عندهم كذا باسير مش باسير واحد، عندهم باسيرات هايلين بصراحه، تقريبا خط النص وخط الهجوم بالكامل يجيد التحرك وخلق المساحات لنفسه. شفت مساحات شاسعه في ماتش الاهلي وسان داونز، وبالتالي دي نقط او يعني مصادر الخطوره الرئيسيه. هل ده يستلزم انك انت تواجه بطريقه مختلفه؟ هل ممكن تفكر في 3 4 3؟ هل ممكن تفكر في 4 3 3 فلات وتتخلى عن فكره 4 2 3 1 في مباراه زي دي؟ ولا تبقى تظهر بشكل دفاعي اكتر منك عندك رغبه في الهجوم فبالتالي
تسيب له مساحه، يعني مساحه اكبر في الاستحواذ، تسيب له فكره الماتش مثلا زي اللي احنا لعبناه قدام بيراميدز، استحوذ على الكره زي ما انت عايز وحاول انا العب على الكاونتر اتاك او على المرتده. حته الاستحواذ هو هيستحوذ فين؟ في نص ملعبه سيبه. مفيش اي خطوره، هي كل الخطوره في ملعبنا، في ملعبنا احنا. يبقى احنا ازاي نضغط عشان نمنع الاستحواذ في نص ملعبنا احنا؟ فدي هتبقى برضو مش محتاجه مجهود كبير، انما في نص ملعبه يستحوذ سيبه ينقل زي ما هو عايز، مفيش اي مشكله. كل لعيب بيرجع في النقطه بتاعته في المكان المفروض يتواجد فيه، تمام. كره بتخش نص ملعبنا، ما يبقى هنا بيبتدي بتبتدي عمليه الضغط. انا كنت عايز اقول لك ايه، ان بالنسبه للطريقه انا من انصار ان نفضل نلعب 4-2-3-1 العادي، يعني مش من انصار 3 ديفندر في نص الملعب، لان لو هتفضل تدافع قدام فرقه زي سان داونز مش صح، مش كويس. انت فكر انك تلعب جيم وتحاول تلعب على الكاونتر اتاك، مش السيناريو الافضل من وجهه نظر كابتن خالد. لا، السيناريو الافضل ازاي ان احنا نحسسهم ان احنا فرقه بنقدر نهاجم ولينا خطوره على المرمى بتاعهم، صدقني هم هيبتدي تفكيرهم هيخافوا، فمش هيقدر يلعب اللعب بتاعه، هتطلعه بره النظام اللي هو متعود عليه. اروح معاك للبطوله ككل، اتفرجت على ماتشات، شفت ازاي شكل الفرق اللي ظهرت فيها لغايه دلوقتي. احنا بنقرب خلاص على شكل المجموعات اترسم، يعني تقدر تقول النهارده مين اللي عنده فرص اكتر في التاهل من المجموعات الاربعه، مين الفرق اللي لفتت نظر كابتن خالد، او مين الفرق اللي عندها يعني حظوظ زي ما بيقولوا في تحقيق اللقب والمنافسه عليه السنه دي؟ لا يعني انا شايف اربع فرق طبعا باذن الله، احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا وهيبقى لينا حظوظ كبيره جدا، وسان داونز والترجي والرجاء المغربي. يعني دول اقوى اربع فرق، وانا شايف ان ممكن يوصلوا للمربع الذهبي. يعني المقارنه بالظروف وشكل المنافسه، يعني الظروف اللي احنا مرينا بيها واحنا بنحقق البطوله التاسعه، والظروف اللي احنا مرينا بيها واحنا بنحقق برضو البطوله العاشره في تاريخ النادي الاهلي، والبطوله الحاليه، وشكل المنافسه او صعوبه المنافسه اللي حصلت في البطولتين دول اللي وصلنا فيهم مباراه نهائي امام الزمالك، ومباراه ثانيه في البطوله العاشره كانت قدام كايزر تشيفز، والظروف والمنافسه وشكل المنافسه في البطوله الحاليه. احنا على فكره دايما ظروفنا في دوري المجموعات بتبقى مشابهه كده، مشابهه كده، ولكن احنا بنفوق. الاهلي ما بيبانش الا من الادوار طبعا الصحيح. طبعا لان هو ده الفريق البطل اللي عنده شخصيه البطل، وهو بطل فعلا قاره افريقيا، فبنفوق احنا كل ما نخلص من دوري المجموعات بنفوق، واللعيبه بتركز بشكل كبير جدا. فانا شايف بس ربنا يسهل وربنا باذن الله يوفقنا ويكرمنا ان احنا نعدي دوري المجموعات، لان هيكون لينا الحظوظ الاكبر باذن الله في هذه البطوله. لكن شايف المنافسه في النسخه دي اصعب او اقوى من المنافسه في النسخ اللي قبل كده، ولا في نسخ حققناها كانت المنافسه فيها والظروف فيها اصعب من الظروف اللي قبل كده؟ لا، السنه دي هتبقى اصعب من قبل كده. السؤال ده بيليد لسؤال عن دور الجمهور. انا كنت بدات الحلقه الحقيقه، في اوقات كتير ممكن يبقى الجمهور مش راضي عن اداء، ممكن يبقى مش راضي عن نتيجه، ممكن يبقى مش راضي عن لعيبه بعينها، لكن كنت بقول انه الرهان في الظروف دي، وتحديدا لما الفريق يبقى داي اوف او الفريق يعمل جيم مش كويس او انه حتى يخسر مباراه، الرهان دايما على جمهور النادي الاهلي. شايف في اللي جاي دور الجمهور ازاي يا كابتن خالد، وايه المطلوب من جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ جمهور النادي الاهلي على مدار التاريخ هو اللاعب رقم واحد، هو ليه النسبه الاكبر والفضل الاكبر في الحصول للنادي على البطولات كلها اللي خدناها. نمره واحد، مش من الفير ان احنا نلاعب فرق بره باعداد جماهير كبيره جدا بتشجعها ونيجي هنا في ملعبنا يبقى الاعداد، لا احنا محتاجين الفتره اللي جايه. واحنا الحمد لله دلوقتي الماتشات حتى بالجمهور اللي موجود مفيش مشاكل والدنيا متظبطه ونقدر. لازم اعداد الجماهير تزيد، بالذات ماتشات النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ليه مفعول السحر مع اللعيب. يعني انت لا تتخيل، انا بحس الكلام ده وانا بتفرج على الماتشات، اللعيب اللي بيكسل الجمهور ما بيسيبوش يكسل، لازم الناس كلها بتجري والناس عايزه تخلي شكلها كويس وتبذل اقصى مجهود. فمفعول السحر جمهور النادي الاهلي بيعمله مع الفرقه، وهو اللاعب رقم واحد ده على مدار التاريخ مش من دلوقتي، وهو ليه الفضل الاول في حصول النادي على كم البطولات اللي خدناها على مدار التاريخ. فانا باذن الله اتمنى ان برضه جمهور الاهلي يبقى من كل ماتش عارف الاهداف ايه،
ما انا مش مهم، انا عايز اكسب، ممكن والعب كويس. ايوه انما النهارده قدرت اكسب والاداء نص نص، مفيش مشكله، انا عملت الهدف بتاعي. ودايما كل ما بندي ثقه للاعبتنا الاداء بيبقى احسن. السيزون ده مين اللاعب اللي حسيت انه عمل اضافه حقيقيه لسكواد النادي الاهلي من كل الصفقات او من كل اللعيبه؟ مش عايز اقول بس صفقات، حتى اللعيبه الصغيره اللي ظهرت، يعني امبارح شفنا رأفت خليل مثلا كان يعني شارك كبديل وسجل هدف، وناس كتيرة الحقيقة كانت بتراهن على رأفت. أنا ما خدتش فرصة كاملة عشان أقدر أقيمه يعني، لكن كل اللي بسمعه عنه من ناس كتير شافته أو عارفاه واتفرجت عليه إنه لعيب ليه مستقبل كبير يعني. من اللعيبة المبشرة ونتمنى. وطبعا مع منتخب الشباب المنظر ما كانش كويس، هنتكلم على المستوى منتخب الشباب، المستوى ما كانش كويس، ولكن هو عنده الإمكانيات ان هو يبقى لعيب كويس. أيه. بس مش عايزين نستعجل عليه عشان برضه هو لسه صغير، ولازم يعني مخه ما يروحش لبعيد، لازم يتعب ولازم هيشقى وعشان ياخد مكانه ويبان بشكل ممكن كويس. ممكن يبقى ليه دور او تاثير السيزون ده ولا تستنى منه؟ لا لسه شويه، المواسم اللي جايه لسه شويه في طيب. المواسم اللي جايه غير الصغيرين من الصفقات الجديده، مين اللي حسيت انه اضافه حقيقيه او لاعب يصنع الفارق زي ما بيقولوا مع النادي؟ خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح. خالد انا مبسوط منه جدا، ولاعيب كويس. وانا شايف انه ممكن يكون ليه ادوار، ربنا بس يبعد عنه الاصابات، يكون ليه ادوار كويسه جدا مع الفريق. قدوسي تقييمك ليه ايه؟ لسه عايز اشوفه مرتين ثلاثه كمان. امبارح كان شكله كويس، ولكن عايز اشوفه مع فرق اقوى شويه في المستوى واستمراريه في اللعب نقدر نحكم عليه بشكل شاء الله. كويس باذن الله. ومناسبه كلامنا على اللعيبه الشباب، رايك في، احنا يمكن اتكلمنا قبل كده من شهور، يمكن مش من قريب يعني، من شهور حتى من قبل الدوره الافريقيه ما تبدا بكتير، ايه تقييمك مش تقييم، لانه ما حدش متفق الحقيقه على الشكل ولا على النتيجه اللي حققها المنتخب المصري في بطوله افريقيا للشباب، لكن ايه الاسباب اللي ورا ده من وجهه نظر كابتن خالد جد الله؟ احنا لو رجعنا للحلقه دي يعني انا قلت من قبل ما نلعب لان احنا هنبقى بعيد. ليه؟ يمكن انا عارف الجيل دون في السن دون مواليد 2003، عارف تقريبا كل لعيبه مصر يعني. انا كان في لعيبه يعني مش نقد لحد بعد ما خسرنا او بتاع، لان انا ما بحبش كده كجهاز فني نطلع لما بشوف الناس بقى بتطلع بتنقد المدرب واللي كان ماسك واللي لا 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 خلاص ننسى الكلام ده. ولكن انا في نقطه عشان انا عارفها كويس جدا وحافظ اللعيبه في هذا السن، لا في لعيبه كانت كويسه جدا جدا لم يتم اختيارها، انا ما اعرفش ليه. يعني فرقه سموحه، فرقه سموحه، اخص سموحه لان انا زويلت من فرقه سموحه دي، يعني عندهم 3-4 لعيبه لا حاجه يعني احسن من اللي كانوا بيلعبوا بكتير، يعني عندهم راس حربه. دول ما كانوش مصابين، ما كانش في أنا اي حاجه تمنع. مش ما اعرفش. انا ما اعرفش يا حاج، نمره واحد كان في تحفظ على اختيار. في لعيبه كتير انا شفتها، انا خصيت سموحه، يعني سموحه دلوقتي على فكره لسه كسبان الزمالك من يومين في الكاس، وهياخد الكاس، هيلعب بيراميدز في نهائي الكاس، بطوله كده شرفيه عاملينها يعني، في كان في التوقف. ففرقه كويسه فيها 3-4 لعيبه هايلين، فما شفتهمش، فانا برضو من نفس الفئه دي، من نفس العمريه السن ده 2003 بالظبط. فهو ده كان، بس الفرقه مخنوقه. في على فكره في فرق بتلعب مفيش انتاج، هي يعني اللعيبه بتجري وبتلعب وبتروح وبتيجي وبتهاجم بس مفيش انتاج. فدي برضو مش اي حد يحسها او حد اي حد يعرفها. احنا كنا من الفرق كده. احنا مش هنجيب اجوان، يعني احنا الثلاث ماتشات اللي لعبناهم تعادلنا مع موزمبيق 0-0، واتغلبنا من نيجيريا 1-0، واتغلبنا من السنغال 4، ما جبناش جون. ايوه ده معناها ايه؟ النواحي الهجوميه 0. يعني سيبك ان انت تكسب او تخسر، النواحي 0 والنواحي الدفاعيه 0 برضه. لا يعني يعني خلينا في النواحي الهجوميه. انت بتلعب على ملعبك وعايز تكسب وعايز تعدي الدور دون، انت ما جبتش جون. ودايما في الكوره يا احمد النواحي الهجوميه بالنسبه لاي جهاز اصعب من النواحي الدفاعيه. النواحي الدفاعيه دي سهله جدا، يعني انت ممكن يعني النواحي الدفاعيه الشغل فيها وادراك اللعيبه لواجباتهم اسهل، ان انت ازاي تهاجم هي دي الصعوبه. احنا ما كناش بنعرف نهاجم، ما عندناش اي حلول، ولا اختراق من الاجناب ولا اختراق من العمق ولا تصويب على الجول. واحنا عموما يا كابتن خالد، عموما يعني مش بس الجيل ده، عموما يعني، ولا الانطباع اللي عندي ده وعند الجمهور غلط، عموما متفوقين في السن ده على مستوى قاره افريقيا. يعني الجيل اللي قبل ده على طول، جيل اكرم
وامام عاشور وناصر ماهر، جيل ده ايوه لما كسب بطوله افريقيا، كسب بطوله افريقيا وراح الاولمبيكس ومشي كويس لغايه لما خسر من البرازيل وطلع، احنا ما كناش مبسوطين رغم انه بطل افريقيا وواصل الاولمبيكس وعامل يعني عروض كويسه، ولما طلع طلع من البرازيل. هل طبيعي لما مصر تبقى بتستضيف بطوله افريقيا على ارضها وبتلعب مع موزمبيق ونيجيريا والسنغال مش ما تسجلش هدف، ما تاخدش غير نقطه واحده في المجموعه وتطلع بره البطوله؟ لا طبعا مش منطقي، بس احنا بختنا وحش كمان وقعنا يعني. لا فرقه السنغال دي خليها على جنب لان هي هتاخد البطوله. ليه السنغال؟ ليه السنغال خليها؟ لا فرقه كويسه عندهم لعيبه كويسه. ليه السنغال خليها على جنب وماشيه كويسه؟ ليه السنغال بتاخد بطوله؟ لعيبه محترفه على فكره كتير. ده سؤال تاني جاي لحضرتك يعني هكلمك على قصه اللعيبه الصغيره دي تحديدا، لانه واضح انه الدوري عندنا ما بيفرس يعني، واضح وواضح كمان انه اللعيبه دي ما بتاخدش فرص بالذات اللي بيلعبوا في الانديه الكبيره منهم. لكن في النهاية أنت بتقول لي السنغال في حتة تانية، وليه السنغال في حتة تانية؟ يعني السنغال أحسن من هي فيها عشان تبقى في حتة تانية؟ لعيبتهم أحسن من اللي عندنا، القماشة اللي عندهم أحسن من اللي عندنا. أنت بتقيم أي فرقة إزاي؟ قماشة اللعيبة، السن ده فيه إيه؟ في اللعيبة إمكانياتها عاملة إيه؟ لا فرقة السنغال أحسن كتير، لا كم اللعيبة المحترفة بيلعبوا بره كتير في سن صغير. بس الاحتراف يصنع الفرق يا كابتن خالد. احنا مفيش لعيب بيلعب كلعيب أساسي مع فرقته في الدوري، كمان مفيش احتكاك. معلش، هو اللعيب اللي بيحترف في سن صغير قوي كده ده اتشاف فين؟ إذا كانت أندية السنغال مش موجودة على الخريطة ومنتخب السنغال الأول كله محترفين. لا دي الدول دي بتشتغل شغل جامد جدا، هم مش موجودين على الخريطة، مين اللي قال كده؟ لا موجودين. لا أقصد أقول يعني، لا يعني أندية نظام الشغل داخل أي دولة أوكي مش متشاف. الدوري السنغالي؟ لا مش دوري، مفيش دوري. أندية السنغال على مستوى بطولات أفريقيا كونفدرالية ولا تشامبيونز ليج تقريبا مش موجود، ومع ذلك في قدرة تصديرية رهيبة طبعا. السؤال هنا ازاي وليه؟ عشان الناس بتشتغل تحت بشكل كويس جدا جدا جدا. انا ما يهمنيش، انا لو في السنغال دلوقتي انا ممكن اخد انقي لعيب مش مهم يلعب في الدوري السنغالي ويطلع يسافر بره يحترف بره. أيوة. وهو ما بيلعبش في الدوري السنغالي، اصل الدوري ده مش هو ده الاحتكاك يعني بيدي اللعيب تقل. لا، فانت لما يكون عندك لعيب عنده 20 سنه محترف بره بياكل بنظام اكل محترم مظبوط، اكل صحي، بينام، راجل محترف في كل حياته. أيه. انت ما بتقدرش تواجه بقى الكلام ده. طب سيبك من البطوله وسيبك من قصه المنتخب، الجيل ده اللعيبه دي ظالم ولا مظلوم؟ خلينا نسمع رايك وايه السبيل ان احنا نصحح المسار. بس هتسمح لي نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا في السادسه مع نجمنا النهارده الكابتن الكبير خالد كضال. يعني في كلام كتير يتقال الحقيقه، هو 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 بمثابه ايه يعني، مش عايز اقول صدمه، لكن في النهايه انت بتدور على مستقبل يعني. واحنا بنتكلم النهارده مثلا في 23، عينينا اكيد او عيون جماهير الكوره في مصر وجماهير غير الكوره كمان اللي بيشجعوا واللي ما بيشجعوش، المهتمين واللي مش مهتمين، ان هم يشوفوا منتخب مصر في كاس العالم، صح ولا غلط؟ بعد اللي شفناه من تونس والكاميرون واليابان والسعوديه والمغرب طبعا، والمغرب طبعا في كاس العالم، حق الجمهور المصري يحلم بمنتخب محترم في كأس العالم 26، لكن عشان تحضر ل 26 مفترض انك تكون اشتغلت من بعد خروجك من التصفيات قدام السنغال على طول، وتكون اشتغلت ورهنت على كذا جيل، مش بس جيل صلاح اللي ما اعتقدش ان هو هيكون ليه فرصه، حتى صلاح وحجازي واللعيبه دي اعتقد 26 فرصتهم ممكن تبقى صعبه جدا، وبالتالي املك في الاولمبي واملك في الشباب، واذا كان ده الوضع وده الحال اللي احنا شفناه في بطوله افريقيا الاخيره. واللي ما يطمنش اكتر انه المنتخب الاولمبي كمان يمكن كابتن خالد متحفظ شويه او شايف انه مش هيقدر يراهن عليه بشكل كبير جدا، فبالتالي السؤال مستقبل الكره في مصر رايح فين؟ لا في حد عنده اجابه عن السؤال ده، او في حد طرح السؤال ده، او في حد فكر يقول لا 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 ما حدش يعني، دي قضيه لازم نقف عندها ونشتغل عليها عشان نضمن احنا مين كره القدم الجامعة ده الناس اللي الناس اللي مسؤوله عن الكوره، اتحاد الكوره، اتحاد الكوره. اصل هنا مناصب اتحاد، اعضاء مجلس اداره اتحاد ورئيس الاتحاد الناس فاهمه ان بقى رئيس اتحاد انا بروح الاتحاد في كل اجتماع واقعد، والاتحاد يعني فرحان هي الدنيا مش كده. احنا عايزين ابتكار وعايزين شغل. كره القدم المصريه بعد هذا الجيل اللي هو بيلعب اللي مش هيقدر يكمل
ل 2026 زي ما انت قلت هتبقى أيوة. فرصته قليله او هيتناقص بشكل كبير جدا. أيوة. انت عشان تضمن ان انت تقدر تستمر لازم يكون منتخب اولمبي بتاعك قوي جدا عشان تقدر يمدلك، يبقى هو العون، يد العون للدرجه للفريق الاول ويقدر ان هو يكمل مع منتخب الشباب. لا منتخب الشباب ده 20 سنه 20 سنه ده لازم يكون بيلعب في نادي اساسي. هو بيلعب في نادي اساسي؟ ده كان سؤال قبل الفاصل. لا مفيش حد بيلعب. اللعيبه دي مظلومه ولا يعني لا بنشوفها بتحترف وبالتالي هي تاخد مساحه انها تطور مستواها وتقابل وتلعب في دوريات ومع انديه. هو للاسف اللعيبه فعلا مظلومه بس مش من دلوقتي، من زمان، من 3 4 سنين فاتوا المدربين اللي اشتغلوا معاهم. انا دايما بجيب برجع ورا شويه. انا بتفرج على لعيب عنده 20 سنه دلوقتي واشوف ان هو مش بروميسنج ومش هيقدر، مش هيبقى له وجود في الفريق الاول بتاع النادي بتاعه او مش هيقدر يخدم بلده، انا مش هحاسب اللي ماسكه دلوقتي. أيوة. لا هحاسب اللي ماسكه من 5 سنين. لان خلاص 5 سنين دول دخلوا الولد في طريق مش كويس. طيب انا مش هتكلم على ليه في مشاكل او في قصور في المنظومه عندنا، لكن خلينا نتكلم على تجارب اكتر ملهمه او تجارب مضيئه. انا كنت بكلمك مثلا على بلد زي المغرب، بلد زي السنغال، بلد زي نيجيريا. الدول دي مع اختلاف التجربه بتاعتها لكن هي في النهايه كان ليها مردود كويس جدا. محدش يقدر ينكر المنتخب السنغالي بقاله 20 سنه منتخب في منتهى القوه، حقق حتى لو ما حققش بطوله افريقيا غير النسخه، لاول مره في تاريخه غير النسخه اللي فاتت، لكن على طول حاضر، على طول بينافس، على طول بيروح كاس العالم. المغرب بمشوارها الرائع في كاس العالم قطر 22، نيجيريا بنتائجها على مستوى المنتخبات الاولمبيه في الالعاب الاولمبيه وحتى على مستوى مشاركتها في كاس العالم، في تجارب ناجحه رغم ان هم يمكن ما يتمتعوش بنفس الامكانيات، ما عندهمش نفس الرصيد ولا حتى القماشه باستثناء نيجيريا. يعني في بلد فيها اكثر من 110 مليون زي مصر تعرف تطلع منها لعيبه وتراهن على رياضه زي رياضه الكوره في قاره افريقيا كلها؟ مفيش. في بلد تتمتع بامكانيات الدوله المصريه برضو مفيش، ومع ذلك المردود عليه علامه استفهام. العين. وعلى فكره بقى انت ذكرت السنغال كتير، السنغال واخده بطل افريقيا. ايوه تمام، متاهله كاس عالم، متاهله كاس عالم. أيوة. وبطل افريقيا للمحليين البطوله اللي فاتت على حساب الجزائر. أيوة. والمرشح الاول للفوز ببطوله افريقيا شباب. فانت السنغال شباب محليين، احنا كنا بنقول الدوري السنغالي ده ما حدش يعرف عنه حاجه. مظبوط مظبوط. طيب واخدين بطوله افريقيا للمحليين. أي. اتفرج على فرقه بقى السنغال. انا كنت انا اتفرجت على البطوله على فكره كلها، يعني اللي هي بطوله افريقيا اللي عايز ينقي لعيبه ومش أي. بفلوس كتير كان يتفرج على البطوله دي. السنغال فيها لعيبه هايله، ساحل العاج فيها لعيبه هايله، مدغشقر وصلت فاينل، مدغشقر والسنغال، مدغشقر فيها 2 3 لعيبه حاجه فوق الوصف. فالكوره عايزه العين الكويسه اللي تكتشف المواهب واللي تشتغل عليها تمام، بحيث ان انت تيجي بعد كده تلاقي نجاح وتلاقي مردود للايجابيات لاختيارك ولعينيك الكويسه. لان العين دي انا يعني في مصر عندنا صعبه جدا، ناس كتير قوي بتتخمف لعيبه وبتقول كويسين وطلعوا وحشين، يعني الدنيا التقييم عندنا والمعايير والعين في الاختيار لا احنا متراجعين فيها. واكبر دليل على كده زي ما بقول لك السنغال راحت كاس عالم، بطلت افريقيا، بطلت افريقيا المحليين، المرشح الاول لبطوله افريقيا للشباب. اللعيبه دي تلعب فين؟ يعني اذا كانوا مش محترفين او مفيش منظومه او مناخ او قواعد معرفش ممكن تبقى ازاي، او ممكن يكون ايه دور اتحاد الكوره في انه يوسع قاعده المحترفين خصوصا في السن الصغير ده، يدعم الفكره ويحاول بالتنسيق مع الانديه، لانه حتى على مستوى مشاركاتهم مع الانديه كابتن خالد في مصر مفيش، فهم لا بيحترفوا بره ولا بيلعبوا جوه. طيب هو هيحترف بره ازاي وهو ما بيلعبش جوه؟ هيتشاف ازاي؟ خلي بالك محدش بيمانع في موضوع الاحتراف بالنسبه للولاد الصغيرين، اي حد هيجيله، بس مين اللي هيجيله؟ مين اللي الناس هتطلبه؟ ما هو ما بيلعبش اساسا في الدوري المحلي بتاعنا. عارف يعني ايه ما بيلعبش في الدوري المحلي بتاعنا؟ يعني مش عايز اقول يعني. طيب هيطلع يحترف ازاي؟ بالنسبه للناس الدول الافريقيه هم بالفطره بيبقوا مميزين في النواحي البدنيه، يعني من ناحيه سرعه، مش هتلاقي لعيب افريقي بطيء. لا هتلاقي السرعه، والسرعه دلوقتي بقت من اهم مقومات لاعب الكره اللي هيحترف. ان هو يكون سريع. ف
فهتلاقي السنغال، الفرق الافريقيه، نيجيريا، هتلاقي السرعه موجود. بالنسبه للمغرب في كاس العالم اللي فات في اكاديميه محمد السادس الملك عامل اكاديميه باسمه، وهو اللي بيصرف عليها على فكره من جيبه الخاص. في اربعه لعيبه طلعوا من الاكاديميه دي كانوا ضمن فرقه المغرب في كاس العالم. اربعه لعيب. احنا عندنا اكتر من الاكاديميات في مصر، مصر كلها الاكاديميات هنا عشان لم الفلوس بس، مش انت هنا بتلم يعني بقى ما بلا. هو الاكاديميه دي لما بتفتح، معلش والله اعذرني، يعني لما الاكاديميه دي بتفتح مش بتبقى تحت رعايه او تحت متابعه او ليها شروط او ليها عوامل تقييم مثلا من اتحاد الكره في مصر، ولا انا بكره الصبح قررت انا واي بيزنس مان يلا نفتح اكاديميه؟ لا تفتح أكاديمية. نفتح عادي. طبعا ولا حد بيبقى دريان ولا اتحاد كوره ولا اي حاجه، والاكاديميات بيبقى الهدف الاساسي منها لم الفلوس. يعني انت بتلاقي ولد مثلا جسمه مش لائق، تخين شويه بتاع، طبعا بيدفع بيتاخد. هو صحيح الكلام اللي انا بسمعه فكره انه اللي معاه فلوس هو اللي يلعب كره، وقصه الموهبه والشطاره والامكانيات دي ما بقتش؟ لا لا لا، مش على طول، مش على طول. لا، انه يلعب كره لا. لو في اكاديميه، بتكلم في السن الصغير، في السن الصغير في فرقه، في نادي بتشترك في مسابقات، لا طبعا لا. ولكن في اكاديميات بتاع طبعا بتدفع هتلعب، يعني بتدفع هتلعب. ولكن الاكاديميه بتاعه المغرب دي الملك هو اللي بيصرف عليها من ماله الخاص. ده فرق، يعني مش الهدف بتاعها مش الربح. أيوة. ده انت بتجيب ناس، وبعدين انت بتعمل مش لعيب كوره، في واحده زيها في قطر بني ادم بقى. انسان مثقف متعلم في كل نواحي الحياه. يعني اي حد يخش يتفرج على النظام اللي معاملينه هناك. لا هتطلع طبعا. معلش هسال حضرتك حاجه، هي المشكله بس في القماشه واللعيبه، ولا المشكله كمان في الكوادر التدريب والرعايه وال لا طبعا فكره في التعامل الكوادر مع الناشئين؟ ما هو مين اللي هيتعامل مع الناشئين؟ احسن مدربين على مستوى العالم هي اللي بتشتغل مع الولاد الصغيرين. احنا عندنا هنا العكس، اللعيب بيبقى لسه مبطل ما عندوش اي خبره بيشتغل لان كان بيلعب. لا، هو الكلام ده ما بيحصلش غير عندنا بس في مصر. بره اكتر مدربين عندهم خبره واعلى سعر هم اللي بيشتغلوا مع الولاد الصغيرين، لان انت ما بتعملش لعيب كوره بس، انت بتعمل انسان مظبوط. طب اذا كان الشباب يعني ما وفاش بالوعد الاولمبي، ممكن نراهن عليه في اللي جاي؟ اتمنى. انت تراهن عليه شخصيا؟ لا لا. شكرا كابتن خالد، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك دايما. شكرا. ونتمنى ان شاء الله باذن الله، يعني في ظل الظروف دي الحقيقه والاجواء دي، مفترض انه بما انه الاهلي الحاجه الوحيده اللي منوره في الكوره في مصر، وبما انه الاهلي الوحيد الحقيقه اللي بيرفع علم مصر في المناسبات العالميه والقاريه بره الحدود، يعني نتمنى حتى انه يبقى بما انه الواجهه المشرفه انه يلقى الدعم والمسانده، وان لم يلقى الدعم والمسانده او لم يكن هناك رغبه واراده في انه ندعم ونساند النادي الاهلي، يبقى على الاقل تقدير ما نعطلوش وما نحاولش نحط المطبات الصعبه في طريقه. موفقين ان شاء الله. بكره نتابع معاكم استعدادنا لمباراه الثلاث ان شاء الله. هي مش يعني مش عايز اديها حجم اكبر من حجمها، لكنها في النهايه يمكن من حيث التوقيت ما اعتقدش انها من اولويات الجمهور، يمكن تكون اولويات اللاعبين، الجهاز الفني، الاداره، لكن ان شاء الله نتمنى لل 11 اللي هيظهروا فيها التوفيق، ومن بعدها يكون لينا كلام ثاني عن مباراة سان داونز ان شاء الله. بشكر نجمنا النهارده الكابتن الكبير خالد جد الله. شكرا يا على وجوده معانا، نورت الدنيا كابتن خالد. بنسعد بيك دايما. الله يخليك. ودايما نتقابل على كل خير في السادسه على شاشه الاهلي. تحياتي ليكم.